لابد أن أشير إلى نعم إشارة في الكلام الذي سبق في هذا الباب، أن كل الحرب المزعومة هذه كلها افتعال، وقد تكون مسألة اتفاقية أصالة من خلف الأكمة في هذا الباب. الجد مع الولد يتفقون اتفاقا معينا من أجل التعمية على البشرية الكبيرة التي تراها الأمة الإسلامية بأسرها لا تتفطن للأعداء الحقيقيين الذين يخططون لهذه الأمة. فهو افتعال من هؤلاء كما قلت بين الولد وبين جدي. نعم. ولا يمكن أن يكون هناك يعني النظر إلى الحرب الحقيقية بين هؤلاء وهؤلاء. أما بالنسبة للتعامل لابد أن نتكلم، لأنه هذه المسألة يدخل فيها العلم الحقيقي في هذا الباب على التعامل مع بني إسرائيل. تعامل مع بني إسرائيل، تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع بني إسرائيل، فالمسألة في التعامل مع بني إسرائيل يحكمها أمر فقهي عميق واسمه المقاصد الشريعة، عيون مقاصد الشريعة التي تتحكم في هذه المسألة. لأن الدولة الإسلامية بأسرها، الأمة الإسلامية بأسرها تبحث عن مصالحها، وكل المخالفين أيضا يبحثون عن مصالحهم. فالمسألة هنا على هل هناك اتفاق على مسألة المصالح للأمة الإسلامية في التعامل أم لا، هذه التي تحكم هذه القضية، عشان لا ندخل فيها غلوا ولا جفوا. أما أن ننتقل إلى المسألة العقدية المهمة وجناية الشيعة والروافض وأيضا الشيعة الإمامية الاثني عشرية، كل هؤلاء يعني كلهم عندي طبقة واحدة. فهؤلاء أصلا الجناية على علي بن أبي طالب جناية عظيمة جدا، لأننا رأينا الأسبوع الماضي أنهم ألهوا علي بن أبي طالب. نعم. علي بن أبي طالب هو الذي يحاسب الشيعة. نعم. علي بن أبي طالب هو الذي يعطي الصك لأي واحد يمر على الصراط. نعم. الصراط والكلاليب والحسك وهذا المرور العظيم الذي يقف معه الأنبياء ويقولون اللهم سلم سلم، علي بن أبي طالب يعطيهم الصك ليمر كل إنسان يعني سالما إلى الجنة. علي بن أبي طالب يتحكم في الكون بأسره. علي بن أبي طالب هو الرب، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن كما كشفت حقيقة ما يقولون. ثم جاء الأغرار الأغمار البله السفهاء يقولون أنتم لا تفقهون هذا الأمر. يعني يقول علي بن أبي طالب الرب، وش المفهوم في هذا الباب؟ وش اللي عندكم مفهوم في هذا الباب؟ نحن لا نفهمه على ظاهره. ائتونا بعمق العلم الذي عندكم لما تقولون بأن علي بن أبي طالب الذي يعطي الصك للنجاة، وأنه لا يكون بذلك هي الربوبية والتحكم في الكون وعلم الغيب، وأيضا جبريل يأتيه. فإذا من هو علي بن أبي طالب؟ علمونا، نريد منهم أحد عنده إتقان علم يعني يفهم الأغرار أمثالنا الذين لم يفقهوا عمق العلم الذي عندهم. لما نقول أنكم تقولون علي بن أبي طالب هو الأول والآخر وإيش؟ والظاهر. انتقل الأمر إلى الحسين، هم في كتبهم وثابتة عندهم بأن الحسين من زار الحسين كانما يعني يدخله الجنة. مكافأة زيارة الحسين في كربلاء الجنة، هذه المكافأة. وأيضا من زار الحسين يكون كأنما زار الله يعني في عرش. كل هذه الاعتقادات الكفرية التي يعتقدونها، وما أدري كيف يبتلعونها، ما أدري كيف يمررونها على الأذان. وهم الجناية على الحسين، هو أيضا الحسين قالوا له الحسين ما عبد الله. نعم. وقالوا له الحسين ما كان ختام النبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم. نريد تفسيرا لهذا الباب. هم الآن خربوا الاعتقاد على الناس، جعلوا كل الناس يعني إذا كنت شيعيا لا تعرف من تعبد. وهو هذا. نعم. هو طبعا هو يعبد 12، يعني هو أصلا أنا سأقول لك لسه كمان في طبعا. نعم. الأئمة اللي عندهم أصلا أرباب. نعم. كل الأئمة يعلمون الغيب، يتحكمون. نعم. في الكون لهم أمور فوق النبوة. نعم. فوق النبوة. فهو الحاصل أنا يعني أقول لك، رجل في أوروبا قص لي قصة بأنه يعني عرض عليه رجل هذا المعتقد، وكان الرجل أصلا يعتقد اعتقاد أهل الكتاب، فقال له أنا أفر من ثلاثة أذهب إلى 12 إماما، ماذا أفعل؟ يعني هذه مصيبة كبرى في هذا الباب. هذا اعتقاد الخارب الذين جنوا به على الحسين، جعلوه إلها. نعم. وجعلوا علي بن أبي طالب إلها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يحذر من ذلك عندما يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. نعم. اللهم لا تجعل قبري عيدا. ولذلك عموا على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت عائشة لولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. الغلو، النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الغلو فيه هو، لأن النبي هو عبد لله، ليس ربا يعبد، وليس إلها يدعى، وهو أيضا ليس كالبشر لأنه فوق البشر برتبة وهي رتبة الوحي. فهو عبد الله ورسوله، يجمع بين العبودية لله جل في علاه، وهو رسول ينقل لك وحي الله جل في علاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ولما دخل وقالوا أنت خيرنا وابن خيرنا وأنت سيدنا ابن سيدنا، قال إنما السيد الله. الغلو ممنوع.
فقالوا أنت خيرنا، قال قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. أما تقول أنا عيبنا أبو طالب هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وش تركت لله جل في علاه؟ نعم، هذه الآية ماذا نفعل فيها؟ أن الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. نعم، وش تركت لله جل في علاه؟ زادوا عليها كمان، انتهى الموضوع. وعلي بن أبي طالب يرقى، ده هو أصلا النبي يكلم يقول أنت علي، يعني هو بيكلم الله جل في علاه فيراه علي بن أبي طالب. نعم، كما أبناء العمومة لهم كانوا يقولون بأن النبي يكلم يعني أو جبريل يتكلم مع الله جل في علاه ثم يجد محمد صلى الله عليه وسلم أيضا نفس على نفس العقيدة نفس الوتيرة. نعم، فهذه جناية كبيرة جدا قد أنزل علي بن أبي طالب منزلة الله جل في علاه، لذلك حرقهم بالنار خد الأخاديد. قال لما رأيت الأمر أمر منكرا أجشت ناري ودعوت قنبرة. ولما وضع في الأخاديد بغبائه المستحكم قالوا له لا يعذب بالنار رب النار، إذا أنت ربنا، يعني مصرين. ما هو هذا وهؤلاء. نعم، أنا الأغمار الأغرار، أنا أخونا الفاضل أتى بفيديو الرجل يقول له من طلع القمر؟ علي بن أبي طالب. من علي بن أبي طالب؟ هو أسدنا هو ربهم، إيش فيها؟ نعم، انتهى الموضوع. وبعد ذلك يأتون بدعايات ويقولون لا تفهموننا جيدا. طب إحنا وقفينا الآن نريد أن نفهم ما عندكم بأن علي هو الأول والآخر والظاهر والباطن. أكبر شيعي فيكم يطلع الآن يبين لنا معنى قولكم علي بن أبي طالب هو الأول والآخر والظاهر والباطن، نريد ذلك.